مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون معلومات وحقائق صادمة عن آيدين ميكوس من فريق دارمان، وعشان تعرفوا كل هالمعلومات والحقائق احضروا الفيديو معي للنهاية. آيدين ميكوس أحد الممثلين والمشاركين في التمثيل في قنوات دارمان. تعالوا نعرف مين آيدين. آيدين أمريكي الجنسية، فهو يقيم في أمريكا بشكل فعلي. مسيحي الديانة، فهو بينتمي لعائلة أغلبهم بيعتنقوا الديانة المسيحية. بيبلغ من العمر 16 سنة. في 8 أغسطس لعام 2022 بيصير عمره 17 سنة. مرتبط بلويس أنجلوس لكن غير متزوج. كتير من متابعين آيدين بيعتقدوا إنه آيدين أكبر من 16 سنة، وهالشي بسبب مظهره اللي دايماً بيبين أكبر من عمره وإنجازاته اللي قدر يحققها بهالعمر. فآيدين أتيحت إله فرصة قبل سنتين في المشاركة في التمثيل في قناة دارمان، وهو كان سعيد جداً بهالفرصة وفعلاً شارك بفيديوهات هالقناة، وأصبح دارمان قدوة لآيدين، وأصبح أيضاً دارمان من أعز أصدقاء آيدين، وهو أيضاً من الممثلين المعروفين جدا من فريق دارمان. وآيدين ما اعتمد فقط على ظهوره في قناة دارمان، بل آيدين بيمتلك قناة خاصة فيه على اليوتيوب بيبلغ عدد المشتركين في هالقناة لأكثر من مليون مشترك، وعدد الفيديوهات اللي مرفوعة على هالقناة 180 فيديو. فهو بينشر فيديو إيجابي على قناته كل يوم اثنين، وهو بلش في هالقناة بتاريخ 8/11 لعام 2017. أما بالنسبة لعدد المشاهدات اللي قدرت تحصدها فيديوهاته، فهي أكثر من 108 مليون مشاهدة. أما بالنسبة لمحتوى آيدين، فهو عبارة عن فيديوهات مسلية قصيرة إيجابية ومضحكة ومناسبة لجميع الفئات العمرية. آيدين كان بيتلقى دعم كبير من والدته، فهو بيعتبر كل هالنجاح اللي قدر يوصله في هالفترة بسبب دعم والدته. إضافة إلى إنجازات آيدين، فهو بلوجر معروف جدا على حسابه على الإنستغرام، فبيبلغ عدد متابعينه على هالحساب لأكثر من مليون متابع، وعدد المنشورات اللي مرفوعة أكثر من 1000 منشور. وهو يعتبر مؤثر إيجابي، فهو بينشر محتوى بيعتبره إنه ممكن يغير من الشخص اللي قباله. وحساب آيدين موثق من شركة إنستغرام، وهو أيضا بيمتلك حساب على تيك توك وعلى تويتر. آيدين في المرحلة الثانوية من عمره، ولكن في المرحلة الابتدائية من عمره آيدين تعرض للتنمر بشكل كبير من زملاء الدراسة، وهالشي صرح فيه على منشور على حسابه على الإنستغرام. لكن هو حاليا من الأشخاص اللي بيشارك بتوعية طلاب الدراسة من تجنب التنمر. تعالوا نحكي عن شخصية آيدين بشكل سريع. آيدين بحب أصدقائه بشكل كبير، ومن أقرب الأصدقاء إله ديفين وايتلي، وهو من أعز أصدقاء الدراسة. أيضا آيدين بحب الموضة والأزياء بشكل كبير، واللي بتابع آيدين بلاحظ هالشي. وبحب أيضا آيدين التصوير، وبحب مشاركة حياته العامة والخاصة مع متابعينه. أيضا هو شخص طموح جدا وبيسعى لتحقيق أحلامه، وهو أيضا بحب ينشر الإيجابية على حسابه على الإنستغرام والتفاؤل بين متابعينه. أيضا هو من الأشخاص اللي بيحبوا السفر جدا، فاللي بيتابع آيدين بيلاحظ تنقله من مكان لآخر بشكل كبير. هيك بكون عرفتكم على آيدين. بتحبوا تتابعوا هالشخص احكوا لي بالتعليقات. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشكرا لمشاهدتكم.